ويعني بمناسبة مجلس إدارة قبل ما ننسى لازم يعني نطمئن حضراتكم وأنفسنا. الحمد لله يعني الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة تعرض ألف سلام عليه، سيارته لحادثة يعني مش هو راجع من اسكندرية حضر ماتش امبارح مع البنك الأهلي، عربية مقطورة خبطته من الخلف، يعني الحمد لله الخسائر اقتصرت على السيارة وربنا يعني نجاه من هذا الحادث يا رب، يعني ما نشوف مكروه في اي حد. الف سلامه للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي اللي ورا الفريق هو واعضاء المجلس اينما ذهبوا. امبارح ما كانش يوم عادي خالص رغم من الامطار واسكندريه والنوى، الا انه كان حريص على مسانده الفريق في هذه المباراه المهمه.